بداية حديثنا مشاهدينا اليوم راح تكون عن المعلم وللمعلم. هي المهنة يلي بتحمل معها معاني عديدة وعميقة، بتحمل معها جهد وتعب وإصرار وأمل على أبناء جيل كامل من بداية مرحلتهم الدراسية وصولا لمراحل التخرج وصنع المستقبل ومزاولة هي المهنة، وإذا بدنا نقول إعادة هذا الفضل لأصحابه. صحيح، واليوم رح نحكي يا بشار عن عيد المعلم، عن رمزية هذا العيد وتحديدا للعاملين والمعلمين القائمين بهذا المجال. لتفاصيل أكثر معنا الأستاذ عبد السلام الياس الحداد، عضو المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين بسوريا، والأستاذ عهد الكنج نقيب المعلمين بدمشق، صار معنا ضمن استوديو دامسكو. أهلا وسهلا فيكم، كل عام وأنتم بألف خير. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيكم معنا لليوم، يعني كل عام وأنتم بألف خير. دائما وقت نحكي عن المعلم بتجي لبالنا ذكريات كثيرة، بتجي لبالنا جهود وتعب لمدرسين واجهناهم ومرقنا بخلال صفوفهم ورسالتهم بشكل عام. خلينا نحكي اليوم عن رمزية المهنة وعن خصوصيتها بالنسبة للمعلمين والعاملين بهذا المجال. لقد أطلقت كلمة معلم منذ القدم، وكان لها الأثر الكبير والقيم لدى مختلف شرائح المجتمع، المتعلمين والغير متعلمين، ولقد أطلقت على الأنبياء والرسل منذ القديم، ولقد حظي المعلم في عصرنا هذا على تكريم كبير، وخاصة في ظل قيادة القائد المؤسس السيد الرئيس حافظ الأسد، حيث وضع العديد من الأوسمة على صدور المعلمين، حيث كرمهم بأقوالهم، قال عنهم: المعلمون بناة حقيقيون لأنهم يبنون الإنسان، والإنسان هو غاية الحياة وهو منطلقها. ولقد سار وحذا حذوه السيد الرئيس بشار الأسد، حيث قال: لا توجد هناك أي عملية تطوير وتحديث من دون المعلم. فلذلك نرى أن المعلم موجود في كافة مفاصل الحياة، وهو العصب الأساس والمحرك، وهو من صنع المهندس والطبيب والقائد والطيار، جميعهم يعود فضلهم في هذا الواقع إلى المعلم. يعني دائما الحديث عن المعلم مثل ما ذكرنا ما بينتهي ولا بيخلص، بجهوده بتفاصيل يلي بضيفها، وإذا بدنا نقول المستقبل يلي بيصنعه للبلد بشكل عام. أستاذ عهد، يعني أيضا بدي روح لعند حضرتك بنفس السؤال اليوم، رمزية هذا اليوم وهي المهنة بشكل عام قبل ما نوصل لعيد المعلم والاحتفال بهذا اليوم. أول شيء يسعد أوقاتكم مرة ثانية، يسعدني أن تكون هناك ابتسامة مع بداية هذا البرنامج، وخصوصا بعيد المعلم، هذا المعلم الذي نذر نفسه ليكون منارة تنير درب الأجيال، المعلم الذي قيل عنه الكثير كما تفضل زميلي، وكانت هي الرسالة الوسام من أقوال القائد المؤسس رحمه الله حافظ أسد، رصع صدور وجباه جميع المعلمين السوريين. نحن الآن نعتقد بأن رمزية المعلم عليه الصلاة والسلام قال: لو لم أكن نبيا لكنت معلما، وكيف هو معلم البشرية. هذه القدسية في رسالة المعلم، وعندما يقول أن التعليم رسالة أكثر ما هو مهنة، والمعلم الناجح ما هو من امتهن التعليم ليؤدي هذه الرسالة السامية، ألا وهي رسالة الأنبياء. من هنا تكمن رمزية المعلم، ومن هنا تكمن قدسية رسالة المعلم. أكيد. على أرض الواقع. أكيد. أستاذ عبد السلام، يعني اليوم في عنا في مسؤولية جهود كبيرة وجهود كبيرة لازم تبتذل من قبل المعلمين، ورسالة واضحة لتنشئ جيل كامل. اليوم شو الرسالة؟ شو بيقع على عاتق المعلم تحديدا للأطفال؟ كان دور المعلم العربي وخاصة المعلم السوري دور عظيم وكبير، وخاصة في الحرب التي مرت فيها سوريا. خلال فترات الحرب كان مرافقا للجندي العربي السوري في كافة المعارك، كان يحارب بالقلم ويحارب بالبندقي، ولقد استطاع أن يعلم في بيته في كافة الأماكن، في الشارع، في الأزقة. كانت غايته الأساسية أن ينشئ الجيل، جيل متعلم وقادر على مواكبة العصر رغم كل الظروف الصعبة، ولقد ضحى بالكثير، ولكن إيمانه بمهنته أدى إلى استمرار العملية التربوية والتعليمية خلال سنوات الحرب في سوريا، والكثير من الطلاب حصلوا نتائج ممتازة في مناطق صعبة جدا رغم كل الحصار،
كل ذلك يعود بفضل المعلم. تماما، يعني ايضا موضوع بتخيل ما بعرف اذا اثر بشكل كبير او لا، اكيد الجواب عند حضرتكم وعند الاستاذ عهد بشكل خاص، موضوع خروج المدارس اليوم وبعض المدارس خلال سنوات الازمه عن اداء هذه الرساله. اليوم قديش المعلم بذل جهد اضافي لايصال افكار معلومات بالنسبه للطلاب وطالبي العلم؟ طبعا مع بداية الحرب الكونية، الحرب العالمية القذرة على الدولة السورية بكل أطيافها، وأهم يعني أكثر نقطة نتحدث عليها خصوصا باختصاصنا هي المدارس والمعلمين بشكل عام. مع انطلاق ما يسمى بربيعهم الأسود الذي أطال الحجر والبشر، تضررت مجموعة من المدارس، وهناك آلاف المدارس التي خرج الخدمة. ولكن متوقع يعني اليوم الهدف الأول كان نعم هو الهدف هو جعل الظلم بدل نور، العلم نور والجهل ظلام. كان رسالتهم واضحة عندما قاموا بضرب البنى التحتية، عندما قاموا بضرب المصانع والمعامل، عندما يقوموا بتدمير مدارس. صحيح. ويتحصنون بها لاستهداف قوات الجيش العربي السوري واستهداف المواطنين الآمنين. عندما تكون المدارس هدف رئيسي أمامهم هو تحويل النور إلى ظلمة، وهذا بعد 11 سنة من الحرب الكونية خسئوا، لم يستطيعوا تحصيل الهدف المراد منه وهو تدمير الشعب السوري. ولكن إرادة الشعب السوري بمعظم فئاته، وأخص هنا شريحة المعلمين، نحن أبناء العاصمة وأنتم من سكان العاصمة، كانت تسقط القذيفة على بعد عدة أمتار داخل سور المدرسة، والمعلم بعد عدة ثواني يكمل الدرس وطلابه وتلاميذه داخل الحجرة الصفية. هذه الرسالة السامية. عندما كان المعلم يتعرض للخطر، أو عندما يتعرض الشعب السوري للخطر وخصوصا جماهير المعلمين، كانت تتحول أقلامنا إلى بندقيات، والكلمة الصادقة التي نقوم بها على تربية جيل إلى رصاصة في بندقياتنا تستهدف صدور هؤلاء الإرهابيين. هي رسالة كانت واضحة من المعلمين. هناك آلاف المدارس خرجت خارج السيطرة، ولكن الدولة السورية قوية، وفي كل شهادة، إن كان على مستوى مرحلة التعليم الأساسي الصف التاسع أو البكالوريا بفروعها، كان هناك حافلات نقل الداخلي تقوم بها الدولة من إدخال الطلاب الشهادات من مناطق الخارج عن سيطرة الدولة تحت ظل الإرهابيين، ويتابعون تحصيلهم العلمي أو تقديم امتحاناتهم، وكان يحصلون على درجة عالية كما تفضل زميلي، والآن هم بمراحل متقدمة من الجامعة السورية. إذن حاولوا الكثير ولكنهم خسئوا. الجيش العربي السوري فقد الكثير من الشهداء، وجيش المعلمين أيضا فقد الكثير من الشهداء. هناك من ترك القلم والطبشورة كما يقال، والتحق بصفوف الجيش العربي السوري وعاد إلى أهله شهيدا. هذه الرسالة، هذا الدور الذي يعطيه المعلم هو منارة لجميع الشعوب، خصوصا من جماهير الشعب السوري. يعني مثل ما ذكرنا أنه في مسؤولية كتير كبيرة بتقع على عاتق المعلم، ولكن اليوم مع مرور الوقت وتطور الواقع اختلفت طرق الاحتفال بعيد المعلم. من وجهة نظركم شو اللي اختلف؟ يعني وقت كنا وصغار يمكن غير هلأ، اختلفت كثير طرق الاحتفال. بس مثل ما حكينا قبل الهواء استاذ عبد السلام، الهدايا هلا نحكيها هي لا. اختلفت كثير طرق الاحتفال، يعني كان من قبل فينا نقول كان فيه لحد الان له قدسيته عيد المعلم وله رمزيته، ولكن كان من قبل غير. فينا نعتبر كان غير. هلا في البدايه تكريم المعلم سواء من المجتمع المحلي او من الاهل او من الطلاب، دائما كان يحظى على تكريم وتقدير، وترفع لهم القبعة في أعيادهم من كافة شرائح المجتمع. ولكن اختلف التكريم والاحتفال حسب الظروف. أما الموضوع المهم أن التكريم باقٍ ومستمر، وكل من ينكر تكريم المعلم وفضله للأسف بعد فترة بناقض نفسه. أكيد. بيرجع بعد فترة أيام اللي بيكون مشاغب بالمدرسة طالب يستذكر ما كان يمر معه، ويعود لتكريم معلمه ويحاول أن يزوره ويقدم له الهدايا ويكرمه ويعتذر منه ويقول له أنا نجحت وكنت أتمنى أن يكون نجاحي أكبر لو التزمت بتعليماتك
كنت متابع معك كما يجب للمعلم، لأنه هو بالبداية بيرافقنا في نفس السياق وفي نفس النقطة. لو سمحتم لي تكريم المعلم، يعني مع تكرار السنوات نحن دائما في نقابة المعلمين كقيادات نقابية أجرينا بعض التعديلات على نوع التكريم. هناك معلمين أو معلمات ومدرسين ومدرسات متميزين بعطائهم داخل الحجرة الصفية، وإن كان بمرحلة التعليم الأساسي أو مرحلة التعليم الثانوي حتى الجامعي. نستثمر وجود عيد المعلم لتكريم هؤلاء ليكونوا قدوة للآخرين، ليحزوا نفس الحزو بالجهد والعرق والتعب ليؤدوا الرسالة السامية وهي رسالة التعليم. النقطة الثانية، أنا هي كقيادة نقابية نكرمهم كماديا أو معنويا شهادات تقدير، أما تكريم المجتمع المحلي إن كان أولياء طلاب لمعلمينهم بأمور مادية فنحن نرفض هذه الفكرة رفضا قاطعا. أتوقع هو من باب التعبير عن المحبة أو الشكر أو الامتنان، أو قولا واحدا، ولكن سابقا كانت تصير هكذا حالات، ولكن الآن باعتقادي نحن عقيادات السياسية والنقابية نسير بمسار نحن نقوم بتكريم المعلمين حتى أبناءنا الطلبة نحن نقوم بتكريمهم وخصوصا المتفوقين منهم. يعني اليوم بمناسبة عيد المعلم أكيد اليوم يعني موضوع دور النقابة جلي وحاضر بالعملية التدريسية بشكل عام ومتابعة هي العملية، ولكن رح نأخذ أستاذ عبد السلام تفاصيل أكثر من حضرتك من خلال دوركم كنقابة بسوريا والتفاصيل من عند حضرتك. هناك تنسيق كبير بين نقابة المعلمين ووزارة التربية للسعي إلى الحصول لمكاسب إضافية للمعلمين، ولقد تحقق في ظل الدورة الحالي في السنوات الماضية العديد من الإنجازات الكبيرة لصالح الزملاء المعلمين، منها طبيعة العمل تم رفعها، تم تمييز المعلم الذي يعطي في الصف عن باقي شرائح المعلمين الإداريين، تمييزه لكي يعطي بشكل كبير ولكي يعطي وهو مرتاح و بحالي وضع نفسي ومادي أفضل تماما. وتسعى النقابة جاهدة لتحسين طبيعة العمل لبقية الزملاء المعلمين الإداريين، حصلوا على 10% ولكن نسعى جاهدين بالتنسيق مع وزارة التربية لرفع هذه النسبة. أستاذ عهد بدي انتقل لحضرتك، قديش اليوم الظروف المعيشية والظروف الشخصية تحديدا للمعلم قديش عم تأثر على تدريسه وإعطائه؟ لا، نحن بالمحصلة نحن نتبع لقانون العاملين الأساسي في الدولة، نحن موظفين في الدولة، يعني لا نستطيع أن يكون راتب إن كان في أولى إن كان في وزارة التربية أو التعليم العالي أي وزارة أخرى، قوانون العاملين الأساسي في الدولة واحد. ولكن أنا للأمانة أنا كنت في منذ الدور التشريع الثاني كنت نائب بالبرلمان السوري عضو مجلس الشعب، يعني كنت أنادي بأن يكون رواتب المعلمين خارج قانون العاملين الأساسي في الدولة، كما هي طبيعة العمل التي منحناها إياها السيد رئيس بمكرمي خاصة لجماهير المعلمين وخاصة عن باقي الوزارات. وأنا لا أقوم بالتحريض، ولكن مهما قدمنا للمعلم ومهما قدمنا له مهما قدمنا له بأي سعر مادي كان معين نحن نبقى مقصرين، لأن أبناء هذا الجيل جميعا في رغبته. صحيح. أماني في رغبته. الوضع الاقتصادي ضائق على كل أفراد المجتمع بعد الحرب الكونية، وأصعب أنواع الحروب هي الحرب الاقتصادية، يعني أصابت كل شرائح المجتمع بما فيه المعلم. المعلم أنا قد ما فيني أنا كنقابة أو كوزارة بدي أحاول قدم له خدمات شبه مجانية، مثل ما تفضل زميلي أنه خدمات صحية وكذا، هي بحد ذاتها زيادة على راتبه. يعني ليش؟ كان لازم يروح المعلم على الصف داخل الحجرة الصفية باله مرتاح، ولكن لا نستطيع بالوقت الحالي، لا نستطيع. حرب اقتصادية كونية تمر بها المنطقة، وخصوصا بعد الحرب الروسية الأوكرانية الأخيرة التي يمر بها المجتمع الإقليمي بشكل عام، يعني أو الحالة الإقليمية، نحن نتأثر بشكل صحيح. كيف هناك قانون قيصر وضع على رقاب السوريين من قبل الدول الغربية والعدوان الأمريكي الصهيوني؟ صحيح. يعني اليوم مشاكل كبيرة وتحديات أكبر عم نواجهها ضمن المجتمع السوري، على أمل نوصل لحل. وتعقيبا لكلام حضرتك، اليوم موضوع قطع المعلمين لبعض المسافات الوصول لدوامهم وإلى ما هنالك، أيضا يعني هاي القصص تؤخذ بعين الاعتبار. بدي روح لعقب على موضوع، يعني عم نحكي عن الامتنان والشكر، ولكن بالمقابل للأسف يعني مخرجات الحرب بعض الشيء تكون بشعة إذا بدنا نقوله، وقع على الطلاب، شدنا حالات من المشاكل من قبل الطلاب من قبل التعدي على دور المدرس ووجوده.
موجودة اليوم. عفوا، قديش اليوم تعاملكم كان بهذا الجانب؟ هل فرض جهود مبذولة للقضاء على هي الحالات أو احتواء إذا بدنا نقول ضمن المدارس؟ هلا هناك قانون ينظم، هناك حصانة للمعلم، ولكن حصانة المعلم تأتي من ثقافة مجتمع بأكمله. يعني هناك بعض الحالات الفردية التي تكون في هذه المحافظة وتلك المحافظة وفي جميع دول العالم. صحيح. وفي جميع دول العالم أولياء أمور قد يتجاوزون الخط الأحمر أو طالب قد يتجاوز الخط الأحمر. أنا كمدرس، أنا كمعلم بدي استقبل هذه الحالة بطريقة تربوية حصرا بحتة، ما رح أعمل بردات الفعل. إذا قمت بردات الفعل بدي يصير أنا مثلي مثل الطالب هذا، بالعكس لازم أسوعب وشوف عندي مرشد نفسي، عندي مرشد اجتماعي، بستدعي أولياء الأمور لحتى أنا فعل الميزة الأساسية فيه وهي تربية الجيل. أكيد. النقطة الثانية يعني الحالات اللي عم تصير مفرزات الحرب، هناك فكر إرهابي دخل إلى بعض الحيز الجغرافي في الجغرافيا السورية، من عليه المسؤولية الكبيرة بتحمل مسح هذا الفكر الظلامي أو العنف الذي يحمله هذا الطفل. هذا الطفل لازم بله. صحيح. لازم بله. ولكن دخل بطريقة أثناء فترة الحرب. من أقدر على المعلم بتحمل المسؤولية رغم كل صعاب وكل صعاب الحياة الاقتصادية وأي ظروف أخرى؟ هو المعلم هو الذي يتصدى لهذه المهمة ومحاولة سحب هذا الفكر من 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 رأسه وإدخال الحياة التكاملية مع زملائه داخل الصف وإعادة البوصلة إلى مكان الصح. وإن شاء الله هذا دور المعلم وعم يقوم به على أكمل وجه بإذن الله تعالى. إن شاء الله. بالختام كل الشكر لكم، بدنا نعيدكم مرة ثانية الأستاذ عبد السلام، يعني اليوم شرفتنا أكيد ضمن استوديو دامسكو وقناة العالم سوريا، كل المعايدات لحضرتك ويعطيكم ألف عافية. وكل عام وأنتم بخير ومعلمين سوريا بألف خير والسيد الرئيس بشار الأسد بألف خير. تحية حب وتقدير لشهدائنا الأبرار وللجيش العربي السوري الذي لا يبخل عن تحرير كل ذرة تراب من أرضنا ورفع العلم العربي السوري خفاقا فوق سماء سوريا بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد. وكل عام وأنتم بألف خير. أكيد ننتقل عند حضرتك أستاذ عهد، يعني وكلمة أخيرة. أنا بدي أوجه من خلال قناتكم الكريمة معايدة خاصة لجماهير المعلمين الذين صبروا وصابروا على الحرب الكونية التي مرت على أراضي الجمهورية العربية السورية. أقول لهم كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم صانعي الأجيال، كل عام وأنتم باني سوريا الحديثة. وهو أمل من نوع خاص، أمل نحرض الشعب السوري وكل السوريين عن أن يكون هناك بناء الجيل مثقف واعي. نحلم بأن تكون سوريا المستقبل كما يريد الشعب السوري. إن شاء الله. كل الشكر لكم وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم سالمين. الشكر لكم ولجهودكم. كل عام وأنتم سالمين لكم.